انت السبب يا عم، كل اللي حصل ده سببك. سببي ليه يا ابني؟ انا عملت ايه؟ انت اللي اتجوزت وخلفت وانت ظروفك على قدك، انت مسافر جبتني الدنيا دي واحده فقره. فقره ليه يا ابني؟ ما احنا عايشين والحمد لله. عايشين وانت مسمي العيشه اللي احنا عايشينها دي عيشه؟ شوف احنا بناكل ازاي وبنلبس منين وعايشين فين، وشوف هم عاملين ازاي. يا ابني احمد ربنا يا ابني، كل واحد وظروفه. وانت ظروفك وحشه ليه يا ماما؟ طلعت زيهم عشان دي حكمه ربنا يا عالم. مش ممكن تكون فلوسهم حرام ومستمتعوا بالدنيا باللي فيها والناس والاخر؟ مش هتفرق، المهم عايشين ومبسوطين. مش هتفرق بقى؟ هو ده اللي انا علمتهولك في ال 18 سنه اللي فاتوا؟ خلاص يا يوسف، عوضي على الله في تربيتك. يا رب خدني يا رب. ما انت لو ما كنتش فقير ما كنتش دي بقت عيشتنا. ما انت لو كنت فكرت في مستقبلك قبل ما تتجوز وتخلف ما كانش زماننا بقينا هنا. انت السبب يابا في اللي احنا فيه ده، انت السبب، انت السبب. كل ده بسببك انت اللي عملت فينا كده. بابا رد عليا يا بابا، ما تعملش فيا كده يا بابا، بص ايدك رد عليا.